ربع كوبايه من الثوم الباودر، وربع كوبايه من البصل الباودر، ربع كوبايه من الزعتر الجاف، ربع كوبايه من الريحان الجاف، ربع كوبايه من البابريكا، ربع كوبايه من الفلفل الابيض، وشطه لو عايزينها سبايسي، لو مش عايزينها هتشيلوها خالص او تقللوا كميه الشطه جدا. هيا الان هنبدا في المكرونه البشاميل للخلطه بيطه، وهي عباره عن 400 جرام من المكرونه المسلوقه. ممكن تستخدموا البن، انا بصراحه استخدمت الفوسيل دي في الوصفه دي، اقول لكم ليه. شايفين كميه التعريجات اللي فيها، كل التعريجات الحلزونيه دي بتشيل الصوص، وانا بما اني ملخبطاها كلها على بعضها فمن مصلحتي ان المكرونه تشيل الصوص، فعشان كده استخدمت الفوسيل دي، وهي نص سلق. وتقدروا طبعا تستخدموا اي نوع مكرونه تحبوه. سمنه وسميد دول للطبق، هوريكم هنعمل بيهم ايه. العصاج بتاعنا هيكون 300 جرام من اللحمه المفرومه، ربع كيلو حتى هيكونوا كفايه، بصلتين مفرومين ومعلقه كبيره من الثوم المفروم، جزره مفرومه وفلفلتين الوان مفرومين، نص كوبايه كرفس مفروم الاعواد، بس اللي اخداها انا مش اخده الورق. وعندي 250 ملي من صلصه الطماطم جاهزه، بقى انتوا عاملينها براحتكم. 250 ملي مرقه سمنه، ونص معلقه صغيره سكر، معلقه كبيره بهارات كيجن، ملح وفلفل اسود. البشاميل هيكون عباره عن لتر ونص من الحليب، وخمس معالق كبيره من الدقيق، مكعب من مرقه الدجاج، سمنه ورشه جوزه الطيب وملح وفلفل اسود. طبعا كل اضافات الخضار اللي في العصاج تقدروا تغيروا فيها، تزودوا او تنقصوا على ذوقكم، مفيش مشكله. انا هاخد البصل والجزر والكرفس، وهاخد السمنه. نجيب سباتشولا وهنبدا بالميلوبوار اللطيفه دي، ومع السمنة هنحط البصل والجزر والكرفس يتبلوا كده سريعا. مجرد بس ان التوابل الخضار يدبل، الثوم وهنحطه مع كل المكونات، واللحمه المفرومه عايزينها بقى تاخد من طعم كل الحاجات الجميله دي. هنحط اللحمه المفرومه نكسر على طول، ونقلب مع كل الخضار. ونسيب العصاج يتعصج سريعا. عايزين نلحق اللحمة كده بتوابل الكيجن او بهارات الكيجن. وشوية فلفل اسود. وشوية ملح. ونشوح. تقليبة لحد ما اللحمة بس تاخد التشويحة بتاعتها. ولحد ما اللحمة تاخد التشويحة بتاعتها تعالوا نبدأ في البشاميل. عاملين بشاميل مش تقيل قوي النهاردة، انا مش من هواة قوي البشاميل التقيل ده، غير ان احنا عايزينه يتخلط مع بقية المكونات، فمش محتاجين انه يكون تقيل. مع اللحمة هنحط الفلفل، طبعا كل اضافة الخضار اختيارية، انتوا ممكن اصلا تحطوا بس اللحمة وخلاص شكرا يعني. هنضيف الصلصة، ومع الصلصة هنضيف المرقة
خليني اشيل الحاجات الفاضيه، وهنسيب بقى الامور تاخذ مجراها. الكلام ده يغلي مع بعضه، الصوص كده يتقل ويتكثف. فكده انا عملت صوص المكرونه. عايزين رشه من السكر نعادل بيها حموضه الطماطم، ونقلب ونسيب العصاج يبخر السوائل ويتقل شوية. طيب تعالوا نعمل البشاميل لحد ما ايه، ما العصاج ياخد وقته. هناخد سمنة برضو، ومع السمنة هنحط الدقيق. انا حاسه ان ده اكتر من المقدار اللي انا محتاجاه، فخلوني اعير احسن. يلا بينا، طلع اكتر فعلا. شفتوا الواحد مع الشغل خلاص عينه بتاخد، بيشوف الحاجه على طول يعرف. خلوني اعكس، هجيب دي جنبي هنا عشان اقلب ايدي تبقى مرتاحه، وارجع دي ورا. يلا بينا. مضرب سيليكون وهنقلب الدقيق مع السمنه. طبعا التشويحه اللي احنا عارفينها اللي بتطلع لنا الطعم الني من الدقيق قبل ما نضيف له الحليب. وهاجي وابدا اضيف الحليب تدريجيا، بضيف وادوب واضيف تاني وادوب. قلب كويس جدا. الطريقه دي، طريقه اضافه الحليب التدريجي مع التقليب، طريقه ممتازه. يلا تاني. نقلب نقلب نقلب. ثواني، بصوا ما نسيبش، يعني ايه، ما نضيفش بقيه اللبن الا لما نتاكد ان الاساس ده ناعم جدا ودايب جدا، يا اما هيبقى خلاص البشاميل كله مكلكع زي الفل. نضيف بقى بقيه الحليب واحنا مطمنين. نقلب، ومع التقليب هنضيف مكعب المرقه، هنضيف رشة جوزة الطيب، وهنضيف الملح والفلفل الأسود، وندي تقليبة لحد ما البشاميل يدوب معانا خالص. وبنجهز نفسنا لتجميع المكرونة الخلطة بيتا. المكرونة جاهزة، البشاميل جاهز، العصاج جاهز، شوية سمنة في الطبق بتاعنا هندهن بيها الطبق كله. هندهن كويس، وده هيحل لنا مشكلة المكرونة اللي بتلزق في الطبق البايركس في الفرن دلوقتي، هنحلها على طول مع بعضها. هندهن من فوق كمان الجناب. ممتاز. وهنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد شوية بقسماط
او سميد، نرشهم كده في الطبق ونبدأ نلفهم على الجوانب. عارفين لما نكون بنحضر الصينية للكيكة ونرشها دقيق، اهو احنا بنعمل نفس الحاجة بالظبط. طبعا اللي بيقع مني ده انا المفروض اعمل الحركة دي على الحوض، لكن انا عايزة اوريكم فبعملها هنا، لكن على الحوض بيقع الحبة الزيادة دول في الحوض وما بيحصلش بقى اي حاجة، لكن عشان انا بس عايزة اوريكم فمفيش مشكلة، يعني اللي وقعوا دول هنضف مكاني. بس كده نلم شوية السميد اللي وقعوا مننا، طبعا ايدينا نظيفة والكاونتر نظيف وبس خلاص. شكرا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبدأ نجمع الطبق. كده الطبق اللي هنخبز فيه جاهز، ووريهولنا كده من جوه يا حمدي لو تقدر تاني، وريهم بس هو متغلف كويس ازاي. بصوا شايفين متغلف تماما من الجوانب ومن القاع. كده ضمننا ان مفيش مكرونة هتلزق في ايه؟ في الطبق بتاعنا. هناخد المكرونة وهناخد عليها العصاج او الصوص يعني، وهناخد عليها قدر من البشاميل اللي احنا عملناه. مجرد بس ان احنا ندي كده ايه قوام كريمي للموضوع وصوص احلى. 2 3 انا حطيت 3 مغارف. هنقلب الحلويات اللي قدامنا دي عشان الموضوع بصراحة ايه رهيب. عرفتوا بقى ليه اسمها ايه بشاميل خلطبيطة؟ عشان هي خلطبيطة فعلا. وبيني وبينكو يعني في السر كده يعني، هي احلى من المكرونة البشاميل اللي بنقعد نرص ونحنتف فيها بكتير. بس تقليبة تانية. وهنقوم اخدين الكلام الجميل ده كده زي ما هو، نصبه في الطبق بتاعنا هنا. نفرد بالتساوي طبعا، اي حد حابب يحط جبن زيتون مشروم براحته بقى مفيش مشكله خالص. وهنغطي الوش تماما بالبشاميل اللي فاضل. يلا بينا. داير ما يدور. ونغطي كل المكرونات الحلوات وبس كده. طبعا دي مكرونة بشاميل مش ماسكة، صيصة ويعني فظيعة. فرن درجة حرارته 200، وهندخل فيه الطبق المحترم ده. حرارة من فوق وتحت، لو عندي مروحة توزيع حرارة هشغلها، والفرن طبعا سخن وهنسيبها بقى تشتغل. لو حد مش فارق معاه المكرونه، مش قلقان انها تلزق في الطبق بتاعه، بيعدي خطوه السميد، ممكن يحط يدهن زبده او زيت او سمنه بس بيكونوا كفايه. وكده نبقى عملنا مكرونه البشاميل الخلطبيطه. المكرونه جاهزه ومستنيينا. ربنا بقى يستر على الفرن العالي ده، بيقلقني. فظيعة. بصوا المنظر. بصوا المنظر الفظيع. وشها محمر، مكرونة تحت شربت من الصوص، بس مع ذلك هو لسه طري بالظبط. كل اللي احنا عايزينه حصل.